قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله من أطعم من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا، أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم، أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان، أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.